جزاكم الله خيرا. هل صلاة المرأة جماعة في النساء في المدرسة مثلا لها فضل مثل فضل جماعة الرجال، أي أنها تفرق عن صلاة الفرد ب27 درجة؟ الظاهر والله أعلم أنه يحصل لها أجر الجماعة. الحمد لله. الظاهر والله أعلم أنه يحصل لها أجر الجماعة، وإن كانت الأحاديث الغالب موجهة إلى الرجال، صلاة الرجل في جماعة أو صلاة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة أو 27 أو 25 درجة، نعم فإن النساء تدخل في ذلك، يحصل لهن أجر الجماعة. نرجى هذا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم.